كثير منكم طلبوا مني اصلح جهاز بي اس 3، واليوم جبت لكم هذا الجهاز البي اس 3 ومشكلته انه ما عم تشتغل او ما بتدور. خلينا نجرب نصلح. الصراحة انا شخص ما بستقبل تصليح بلاي ستيشن 3، فاذا عم تحضر الفيديو ما تفكر انه انا بستقبل تصليح بلاي ستيشن 3 او بصلح منهم، انا ابدا ما بستقبلهم لسببين. اول سبب هو سعره، وثاني سبب هو قطعه غالي. السعر وقطعه غالي مشتبهين مع بعض، لانه الصراحه البلاي ستيشن 3 اليوم ما بتسوى 40 دولار 50 دولار، بتشتريها مع مسكتين او مع مسكه مستعمله وشغاله بتكون كل شيء. اما اذا بدك تروح تصلحها يعني تصليحها بتكلف 20 30 دولار، الثيرمال بيست بتحطه فيها يعني حقه لحاله شي 10 دولار. فكرمال هيك ما بستقبل بلاي ستيشن 3، وحتى ما كتير عندي خبره فيهم، لانه انا لما تعلمت المصلحه كانت درجه البلاي ستيشن 4، كرمال هيك ما فتت فيهم. فبتمنى منك اذا عم تحضر الفيديو ما تاخذ فكره ان انا بصلح بلاي ستيشن 3، هذا الفيديو انا عم بعمله او عم صلحها للبلاي ستيشن 3 بس، وصورها كرمالكم لان كلكم طلبتوا مني. فاذا حابين تشوفوا تصليحات بلاي ستيشن 3 اكثر قولوا لي، وان شاء الله انا بصير فتش على مكنات خربانه وبشتريها وكمان بعمل بها فيديوهات. فبكفي هالقد حكي، خلينا نبلش بالتصليح. وهي هي البي اس 3. الصراحه ما بعرف شو هيدي هون البقعه، حرق يعني او بلاستيك دايب، يمكن الباور سبلاي، يمكن يعني صاحبها الاساسي هو كان موقع عليها شيء، الله اعلم. ولكن لحتى نعرف بدنا نضطر نفك. بلش اول شيء فك بهون، في براغي بالكعب هون، في برغي للهارد ديسك. طبعا هون الطبات مش كلهم بيجوا براغي، في شيء براغي وفي شيء بلاستيك. يعني بنشيل الطبات وفك البراغي. الصراحة السبب انه ما حطيتها بالكهرباء، انا بدي اعرف هذا سبب الحرق من وين، بركي كان الباور ما بدي سبب مشاكل اكبر يعني. خلينا اول شيء شيل الغطاء هيدا، وبعد ما يعني شيل الغطاء الفوقاني وشوف شو صاير تحت، ساعتها بحطها بالكهرباء وبفحصها. هيدا الهارد ديسك، اوكي هلا بنقلبها. الهارد ديسك راكب فيها بتطلع 320 جيجا، هن مكتوبين هون. هلا حسب ما بتذكر فيك تشيل الغطا دغري، صار انا هيك بتذكر. اوكي هلا في شي بعد، ثواني. في براغي منجمه هون. صراحه ريحه الحريق بلشت تطلع، فهيدا الباور سبلاي هيا محروق. خلينا هلا نكفي فاك لنوصل للاخر نشوف شو في مفاجأة عنا. هلا فينا نفك. هوب، ومثل ما قالت شو هي ليك، حتى هون شايفين هالنقطة البيضة، هيدي مشكلة باور سبلاي. بس السؤال، هل يا ترى المذر بورد سليم؟ ما فينا نعرف. هلا بدنا نفك الباور سبلاي هيدي. اوكي هلا بعتيد الباور بيطلع دغري هيك. جيني اذا بعد في شيء، لا بعتيد لا بيطلع دغري هلا حسب ما بتذكر. اها اوكي، وهيك شلنا الباور، وهذا هو الباور سبلاي. الصراحة قبل ما بلش فك هذا الباور بدي اجيب باور تاني، باور شغال تاني. عندي واحد شايله من زمان على جنب، بنجيبها بنركبها بعدين بندور وبنجرب. هيدا الباور اللي انا عندي حاليا، الصراحة ما بتذكر اذا كان شغال ولا خربان، هيدي الشغلة يعني لازم اكون مأكد منها بس ماني مأكد. ف اذا بحال ما دارت البلاي ستيشن بفحص ساعتها الفولتاجات هون، اذا في فولتاج طالع المفروض يكون في 5 فولت طالعة من هون. اذا هول طالعين معناتها البلاي ستيشن حتى ما عم بقدر، اذا ما طالعين معناتها الباور منه شغال. وإذا طلع هيدا منه شغال فيني نستعمل المقطع من هيدا لحتى نصلح هيدا. والحمد لله إني ما حطيته بالكهرباء، لأنه الله أعلم إذا كان فعل فينا المحل وهيدا الفيديو ما نزل على اليوتيوب. يلا هاي فيش البلاي ستيشن جاهزة بالكهرباء، هل يا ترى البلاي ستيشن حتدور ولا حينفجر فينا المحل؟ أوكي هلا سليمة. وهيدا مزبوط بالبلاي ستيشن 3، شايفين الضو؟ ضوء احمر. داري اوكي، البلاي ستيشن مبدئيا دايره شغاله، فالمشكله مش منا، المشكله من الباور سبلاي. فهلا خلينا نفك لهذا الباور
لنشوف شو صاير عنا هون بعد اذا بنشوف نحاول نصلحه كمان فرد مرة. اوكي في برغي واحد بس. هاي اول مرة انا بشتغل ب PS3 يا رب باور PS3 السليم. اشتغل قبل مرة على باور PS3 الفات وبعدها عندي فوق بس مش مشكلة الباور فيها مشكلة بعد بس سي بي يو بتذكر. زيها مثله مثل الباور سبلاي تبع البي اس 4 هيك بفك. الحمد لله. انا بأي حق صح صح. اوكي هيدا المشكلة عنا ما بعرف اذا هيدا الشيء بيتصلح صراحة. بدي اسأل بيي لأنه بيي خبرة أكثر مني بس هيدي كأنه فايت لها فولتاج عالي كتير وهذا اللي صاير حسب خبرتي بس أنا. اوكي هالفاضيين حفرجي بيي هالمنظر وشوف شو بده يقول لي. اوكي سألت بيي بما أنه هو الخبرة أكثر مني بقصص الباور سبلاي عم بيقول لي انه هالقطع بيتغيروا على حسب. عم بيقول لي هاي القطعه مدري هاي القطعه حمياني مسببه هالمشكله وهو ما بيعرف ليش. فحسب خبرته قال لي غير هالقطع واذا بدك جيبهم عن طريق بورت باور سبلاي يا ربي عن طريق باور سبلاي بي اس 4. انا عندي كتير هون الصراحه اللي هن احني او تبع بي اس 4 بفتش على القطع اللي من لزمتنا هون وبساله انا من اذا بحال هي بتزبط ولا هي ما بتزبط. مبدئياً إذا بنطلع بعتقد هاي القطعة بتزبط هون وهاي القطعة بتزبط هون يعني بنحاول نظبط حالنا. فخلينا نشوف شو فينا نلاقي غراض. كيف مفحمة هيدي كلها بدي شوف وين بس الخطوط موصولة. اوكي أول شي بدنا نعمله هول هاي الإجرتين مع هاي الإجرتين اللي هون لنقدر نشيل هيدي القطعة المحروقة. ما بعرف شو أساميهم الصراحة ماني خبرة بالباور سبلايات. أربع أجران. اوكي شوف في بعد وهي اوكي طلعت. اوكي ومفحمة. ما بعرف ما بعتقد هذا الباور بيتصلح بس بنجرب بنحاول. اوكي بعد تقريبا ما قضينا شي ساعتين لقيت هاي القطعة شلتها من الباور تبع بي اس 4 هول بما لقيتهم اللي عملته حسب ما قال لي بيي بتوصل شريط من هون 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 وكرمال تجرب بس. بعد في فيوز بدي افحصه وبعد في عنا مشاكل صراحة غير هاي فبدنا نحلها. الساعة نشوف الفيوز كمان. الفيوز شغال تمام بس شو صاير عنا هون على هيدا الشيء اسمه بريدج في شورت. بدنا نشيل البريدج اللي هي هاي القطعة السوداء. ملفات قاطعين الكهرباء الراجعة. نار نار نار. هلا بنفحص على البورد بعد في عندنا مشكلة. شوف البريج اول شيء. انت البريج ما في شيء. الترانزستور مرجع له. اللي هو هذا. اوكي. عندنا مشكلة هون على هو الترانزستور. البريج طلع شغال حطها جنب. عندنا مشكلة هلا بالترانزستور. طلعت هلا مفحص وهاي الشورت راحت. اوكي فحص من هون لهون من هون لهون الشورت راحت تمام. هلا نشوف اذا ترانزستور اي واحد خربان اثنيناتهم. هذا شغال بس هيدا خربان. عندي بلاوي انا هون من تبع البي اس 4 فمفكها مركب. اوكي هاي البرج تلحمت. هلا في عنا شغله اخيره بدنا نجرب الباور ان شاء الله ما يفعب وجنا. وهلا واحد
اثنين ثلاثة تمام، ما طفى ما صار شيء، ولكن هل يا ترى اشتغل؟ الطريقة الوحيدة اللي أعرف إنه أحطه بالبلاي ستيشن، وهلا ركبت الباور بالبلاي ستيشن، نجرب. اها ضوء الضوء الاحمر معناتها في 5 فولت. فين الضوء الاحمر؟ انت راح تشتغل ودارت اشتغلت يا سيدي. او 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 لانه بس دورت عم تفرجرش. خلص شيلها لشو، خلص حط لنا ملفات. لسوء الحظ هيدا الباور سبلاي رجع فقع هيدا ترانزستور وغيرنا عام مدار، وكان في هيدا المكثف حسب ما قال لي بي كان فاقع بدون ما انتبه، غيرته وبرضه ما عم يشتغل. وصراحة انا ما كتير بفهم بالباور سبلايات، فرح خليه على جنب، بكره بي هو بيعود بشوف لانه هو بيفهم اكتر مني بهالشي. ركبت الباور تبع اللي كان راكب اللي غربته اول مرة، دايرة البلاي ستيشن، الصورة طالعة كله تمام. هذا الباور ما راح اقعد ضيع عليه وقتي كرمال هيك، بقول لكم دائما انا ما بستوي التصليح بي اس 3 لانه مش مستاهله. ففرد مره راح ركب له هذا الباور بجمعه، بركب له الغطا وخلص، هيك بتكون صارت شغاله وحي دار بي اس 3. هيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. صراحه بعرف انه انا هالتصليحه اللي لطيف يعني غيار باور سبلاي تصليحه بايخه، بس صدقوني يعني البلاي ستيشن هاي اللي صديم انا مستاهله اني اقعد ضيع وقتي اكثر على هذا الباور سبلاي. حاولت انه يصلحه وما بيتصلح، ففرد مره ركب له باور سبلاي تاني واشتغلت، وما انا مستاهل كمان واحد ضيع عليه وقت الصراحه، مش مثل البي اس 4 او البي اس 5. كان معكم مهم من قناه مير فيكس، بتمنى تكون عجبك الفيديو، بتمنى تضغط لايك على الفيديو، تشترك بالقناه وتشغل زر الجرس، وتكتب لنا تعليق اذا عندك اي سؤال او اذا عندك اي فكره جديده او اذا حابين تشوفوا شيء بفيديوهات المستقبل. يعني كان معكم مهم من قناه مير فيكس، شوفوا في فيديو جديد، باي.